هشام ياك لاباس؟ جيت المحكمة باش نخلص غرامة نسيت ما نخلصها، شدني الرادار وبعد ما دازت 30 يوم صلات المحكمة الابتدائية هنا اللي نطقات بالحكم على المحضر وحددت قيمة الغرامة اللي خاص نخلص. علاش تشد براسك؟ كاينة طريقة سهلة بسيطة وغادي تربحك الوقت وتسهل عليك. كيفاش؟ ولا من الممكن الدفع إلكترونيا بخطوات سريعة ومضمونة، يكفي تدخل الموقع amont.justice.gov.ma اللي كيقدم خدمة أداء غرامات مخالفة السير. ما عليك إلا تدخل رقم المحضر اللي رسلاتو ليك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتما غتظهر لك معلومات على الغرامة ديالك. دخل المعلومات الخاصة بك بما فيها عنوان البريد الإلكتروني، ومن بعد دخل معلومات الدفع في واجهة الأداء الخاصة بمركز النقديات سيمي اللي غتظهر لك تاهي. ومجرد ما يتم التحقق من الدفع غتوصلك رسالة إلى البريد الإلكتروني لتأكيد نجاح العملية. والمعلومات الخاصة بدفع الغرامة كيتم تحيينها أوتوماتيكيا بالموقع. لمزيد من المعلومات زوروا موقع amont.justice.gov.ma.